مروان في كلام ان والتر هوج جاي الاهلي، يعني ما نعرفش هذا الامر طبعا، لو هو يقدر يجاوب. مروان بيسالك في والتر هوج جاي الاهلي بعد ما يخلص عقده في بورتوريكو، حقيقي ولا لا؟ وايه رايه في ايهاب امين؟ حتى الان لدينا مايكل تومسون، وكل هذا كل ما لدينا. ايه رايك في ايهاب امين؟ أعتقد أنه موهوب للغاية، فهو لديه هداف أو لديه عقلية لإحراز الأهداف، ومن اللاعبين الرئيسيين، ولديه بعض النقاط التي يمكن تحسينها، سنعمل عليها. ولكن حتى الآن أنا سعيد للغاية بأدائه، وهذه الأيام خاصة في البطولة العربية كانت مذهلة، وهو يستحق الكأس الذي حصل عليه. ابن صالح سليم، يعني انا الحقيقه لو فضلت اسال اسئله كتيره جدا، او يعني الناس عايزه تقول لك ان هي بتحبك جدا، من يعني من الكلام اللي واصل من كل الناس ان هي عايزه تقول لك ان هي بتحبك جدا، والقادم هم منتظرين منك الافضل، منك يعني من الفريق بالكامل الافضل خلال الفتره اللي جايه. احمد بيقول لك مدرب عظيم لنادي عظيم، مدرب ذو شخصيه عبقريه عنده كاريزما، بصمتك ده عمر طاهر، بصمتك واضحه، لاحظنا تطور في كبير في مستوى الفريق، منتظرين منك الكتير. ده باسم، احمد اعظم مدرب في العالم. باسم تاني بيقول مدرب ممتاز. هل انت تهتم بالناشئين ولا النجوم فقط؟ سؤال. اعتقد انه الامر متعلق بالتوازن. عادة إذا كان لدي فرصة أن ألعب مع الشباب أفعل ذلك، عندما يكونون يستحقون ويكونوا يعملون بشيء جيد، فأنا لست من المدرب الذي أمتنع عن اللعب مع الشباب. وكان لدينا في هذه البطولة عمر زهران، ربما لعب 20 دقيقة في المتوسط، ولكن هو قام بعمل جيد للغاية، وكل ما كان يعمل جيدا لديه فرص أكبر، ونعطيهم كل هذه الفرص. ولكن في نفس الوقت لدينا أيضا لاعبين ذو خبراء، لهذا يجب أن نخلق توازن. طيب، يعني أسئلة كتيرة، فأنا لازم برضو عشان دايما أنا بحب أشارك الجمهور مع الضيف اللي بيبقى موجود، خصوصا لما يبقى جاست. إيه نظرتك للنادي الأهلي وجماهيره؟ دي نورهان، إحنا جاوبنا على السؤال ده في الأول. حسن درغام بيقول مدرب كبير ومليون مبروك. النمر بيقول الأفضل، رجعت شخصية الأهلي، تستحق كل الدعم وهتحقق كل البطولات اللي جاية. سيد بيقول يكفينا أن روح الأهلي عادت من جديد وكلنا فخورين. علاء علي بيقول أي مركز تعتقد أنه مش عارف إيه موضوع الدعم، يجب أن يتم دعمه في يناير بالصفقة الأخيرة المتبقية لنا. مش هيقول طبعا. لا أعتقد، أنا سعيد أتتحدث عن لاعبين جدد. لا أعتقد أن لدينا لاعبين أقوياء وفريق صلب ومستقر، وأنا سعيد للغاية باللاعبين. مصطفى عاطف بيقول إحنا وراك ومعاك كمل. علي بيقول مستر أوجاستي، هل تعلم أن فريق الشباب في النادي الأهلي فريق كبير وعظيم، لم يهزم في أي مباراة خلال الموسم الماضي، اللي بيلعب فيه كل اللعيبة اللي هناك، هل في استراتيجية لتصعيد هؤلاء الشباب؟ هو اتكلم على هذه النقطة. حضراتكم ابعتوا لي الأسئلة اللي حضراتكم أسئلة لو سمحتم لمستر أوجاستي بوش، في حاجات كثيرة جدا وكلها أسئلة أو كلها حب في مستر أوجاستي بوش، فمن فضل حضراتكم ابعتوا الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها لمستر أوجاستي.